ينضم إلينا من كييف قسطنطين جريدين الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد قسطنطين. البداية، ما زالت كييف تطلب من واشنطن مزيد من الأسلحة من أجل دعم الهجوم المضاد، خاصة الصواريخ بعيدة المدى. إلى أي مدى يمكن تسليم هذه الصواريخ في أقرب وقت؟ ممكن إلى أي مدى أيضا يمكن أن تحدث فارقا في هذا الهجوم المضاد؟ أهلا وسهلا. حقيقة أوكرانيا كانت تطلب إلى مثل هذه الأسلحة منذ زمن طويل، ولكن الكثير من الشركاء الغربيين الذين كانت هذه الأسلحة تتوفر لديهم كانوا مترددين بتقديم هذا السلاح للطرف الأوكراني، نظرا لتحفظات أمنية، نظرا لتحفظات التسعيد بين الطرفين. ولكن الآن الحرب وصلت إلى المرحلة حيث لا يمكن الانتظار ولا يمكن أي تحفظ، نظرا لتهديدات موسكو النووية المستمرة، ونظرا لخسائر كبيرة بين المدنيين وبين العسكريين لدى الجانب الأوكراني. فالصواريخ طويلة المدى يبدو أنها باتت وسيلة استراتيجية ووسيلة ضرورية لإحراز التقدم في هذه الحرب من الجانب الأوكراني. فأنا أعتقد باحتمال كبير أن في الاجتماع المتوقع بين رئيس زيلينسكي ورئيس بايدن في الولايات المتحدة سوف يعلن عن التقدم في هذا الموضوع على الأقل. الجزء الآخر من تصريحات زيلينسكي تحدث عن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب لحل الأزمة الأوكرانية الروسية. إلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذه الخطة؟ هل هي أيضا جزء من دعاية ترامب للانتخابات القادمة؟ والسؤال الآخر، هل فقد زيلينسكي جميع الحلول الغربية في هذه الأزمة من أجل الاتجاه إلى الخطة غير المعلنة التفاصيل من جانب ترامب؟ نعم، خلينا ننظر إلى خطة ترامب بدون كواليس السياسية. من الواضح أنه كان يلمح أنه سوف يوقف الدعم العسكري ودعم الأسلحة إلى الجانب الأوكراني. هذا ما كان يقصده ولم ينطق عنه بوضوح. هذا كانت خطته لإنهاء هذه الحرب، ولكن من المعروف أن أوكرانيا سوف لا تقبل هذه الخطة، وحتى إذا تمت، حتى إذا نفذت سوف لا توقف الحرب، لأن لدي أوكرانيا أسلحة أوكرانية الصنع، لدي أسلحة من صنع الشركاء الأوروبيين، ولدي نية والرؤية والرغبة في استعادة السيطرة على جميع الأراضي تحت وفقا لدستور 1991. وحتى إذا توقفت كل إمدادات الأسلحة، لديها يعني وسائل مواصلة الحرب من الباطن عن طريق الجواسيس، عن طريق المخابرات، عن طريق الدرونات، المسيرات، فهناك كثير من الوسائل في استمرار الجهود الأوكرانية لاستعادة السيطرة القانونية على جميع الأراضي التي تم احتلالها من قبل روسيا. فلذلك مهما كان يقصد دونالد ترامب، بكل احترام له، إذا فاز بالانتخابات فعليه أن يتعامل مع الواقع، الظروف الواقعية السارية عند تواليه للسلطة. فنحن لا نعرف ما ستكون هذه الظروف. إذا تكون أوكرانيا تتقدم في بعض الأراضي، إذا كانت أوكرانيا تصل إلى الحدود شبه جزيرة القرم، أو حتى تم اختراق فيها، فعليه أن يتعامل مع الواقع. فبالنسبة لهذه الخطة، إذا لا يريد أن يعلن عنها، فربما كانت جزء من الدعاية وأيضا جزء من الخطة الواقعية، نظرا لعلاقاته الشخصية مع بوتين، وربما انعطاف معين للبوتين في الكثير من الأمور.
أشكرك شكرا جزيلا سيد قسطنطين جريدين الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك.